أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. أفاد مصدر مطلع من باريس أن الفتاة الفرنسية لورا بريولا التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها مثلت اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بمحكمة مدينة نيس، حيث تم الاستماع لها بعد العثور على كميات مهمة من الحشيش معدة للترويج داخل سيارتها. وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق استمع للفتاة الفرنسية ولصديقها التونسي الذي ضبطت بحوزته كميات المخدرات خلال قيادته سيارة بريول من مدينة نيس صوب باريس، حيث اعترف بأن صديقته قامت بمنحه السيارة لكنها لم تكن تعلم نهائيا طبيعة المواد التي سيقوم بنقلها. وأضاف المصدر ذاته أن محامي لورا بريول عرض مجموعة من الصور التي تجمع موكلته بالتونسي، مؤكدا أن علاقتهما طبيعية جدا ولا يمكن إقحامها في قضية الاتجار بمواد مخدرة بمجرد العثور عليها بسيارتها الخاصة. وأشار ذات المصدر أن قاضي التحقيق أحال الشاب التونسي إلى السجن، بينما طلب من بريول الحضور لجلسة التحقيق المقبلة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.